حبيباتي احبائي، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير ان شاء الله، والامور على ما يرام. اليوم باذن الله كما كتشوفوا معايا على طاوله العمل، غنتقاسم معكم الطريقه ديالي اللي كنطيب بها الريزوتو. هي وصفه ايطاليه كتجي لذيذه. غادي ندير الريزوتو بالكروفيت او القمرون، او اللي كيقولوا الاخوات في الدول العربيه، الجمبري. مهم، ما غاديش نطول عليكم اكثر من هكا، غندوزو مباشره للمكونات ديال هذه الوصفه. المكون الاساسي هو هذا الروز ريزوتو، كيكونوا الحبيبات ديالو غادي نوريهم لكم شويه مكركبين. انا كناخذ هذه النوعيه، هذه مجرباها زوينه البنات. غادي نحتاجو لي كروفيت، هنا خديت 300 غرام تاع لي كروفيت، قشرتهم وغسلتهم قبل ما نقشرهم البنات، والقشر ديالهم احتفظت به لانه هو اللي غندير به داك المرق. انتم غتشوفوا معايا المراحل. المهم، نحتاجو الريزوتو، غنحتاجو 300 غرام ديال الكروفيت، يمكن لكم تضاعفوا المقادير على حسب عدد افراد العائله. هنا عندي واحد البصله قطعتها صغيره، هي اصلا بصله صغيره وقطعتها هكا مكعبات صغيره. عندي كذلك واحد بصله خليتها صحيحه، وواحد الفص تاع الثوم هذا صحيح غادي نخدم به المرق. غادي نحتاج علبه تاع الكريم ليكيد كما كتشوفوا، غادي نحتاج الثوم عندي هنا مطحون، غادي نحتاج فرماج بارميزون بارميجانو كما كتشوفوا. كان لكم انا شريته هكا في الساشي مرابي محكوك، نتوما يمكن لكم كيتباع هكا يعني صحيح، وانتوما اللي كتحكوه. غادي نحتاج واحد ملعقه كبيره ونصف تاع الزبده، الملح، الفلفل الاسود، الماء، غادي تشوفوني شحال غادي نستعمل. وهنا عندي التوابل تاع الحوت تاع السمك، هادو الا ما عندكمش ما توفرينش عندكم، ماشي ضروري، وانما فيهم كلشي، فيهم الراند، فيهم كاع التوابل تاع السمك. مهم، هادو هما المكونات، وكذلك عفوا زيت الزيتون، نسيت ما جبدتوش البنات، ها هو زيت الزيتون كما كتشوفوا، غادي نحطو حتى هو. صافي، هذه هي المكونات كلها، غنبتديو على بركه الله. اول حاجه غنبتديو بها هي المرق، غادي نصوبوا المرق لان كياخذ الوقت شويه. فهنا كما قلت لكم قبل ما تقشروا لي كروفيت تغسلوهم، عاد تقشروهم باش ماشي تتقشروهم عاد تغسلوهم، كيتحيدوا منهم هذيك الفوائد ديالها. فانا كنصحكم تغسلوهم من قبل، هاد العمليه ضروريه. صافي، كنشعل النار، الغاز ديالي ملي كنشعل كنجيب مباشره، كندير هنا نصف الكميه تاع الزبده، وكندير شويه ديال زيت الزيتون، قيس واحد الملعقه كبيره، وغادي نجيب مباشره الفص تاع الثوم هذا اللي عندي صحيح، وغادي نقطعوه هكا غير رانديلات باش يطلق ليا لوغو. وهاد البصله اللي خليتها كذلك صحيحه، غادي نقسمها البنات كبيره، نحيد لها هاد القلب ديالها. صافي، غادي نقسمها هكا على اربعه، وكنبقى نحرك كنقلي في هادشي مزيان. عفوا، هاد الريوس كما كتشوفوا تاع الكروفيت، وهذاك القشر ديالو معمركم طرميهم البنات، دائما تصوبوا بهم هكا مرق وتخليوه في المجمد، ديروه في دي بواط وتخليوه في المجمد. كي تبغيو طيبوا هكا شي حاجه طبيعه الحال تاع الحوت او تاع الكروفيت، او كتلقاوهم موجودين. غادي نجهد على النار، ضروري ما نخليوهم يتقلاو، ضروري البنات، هاد العمليه ضروري. صافي، غنستنى على الزبده ديالي حتى تذوب حتى يتقلاو، وعاد نرجع نوريكم شنو غنضيف. كما كتشوفوا البنات، ها هو هنا كيتقلى، هنا كاين واحد شويه ديال لاصوص، ها هو غنحاول نوري لكم في الكاميرا. هذا هو المركز البنات تاع لي كروفيت، واحد الريحه طالعه ما شهيتكم فيها غير ريحه لي كروفيت.
الاخوات اللي حوامل يسمحوا لي يحقكم في الجنه، خصوصا اللي بعاد ما كاينينش في فرنسا، احنا اللي نقدر نديرو اليوم هنايا استسمح منكم حقكم في الجنه. صافي كيتقلى بحال هكا مزيان، كنجي كنزيد عليه شويه ديال التوابل ديال السمك. انا ما باغاش نبدل ليه لوغو ديالو بزاف البنات، كما قلت لكم هذه راه فيها كلشي التوابل تاع السمك. غادي ندير واحد الملعقه صغيره، وغادي ندير الملح كيبقى حسب الذوق. بسم الله، نتوما كتعرفوا الكروفيت مالح فما نكتروش، وشويه ديال الفلفل الاسود. صافي، وكنحرك باش يتجانسوا ليا هاد التوابل. صافي، غادي نزيد دابا الماء الكافي بعد ما خليته يتقلى تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. هنا مبدئيا عندي لتر تاع الماء، غادي نجي الجانب نكب كما كتشوفوا. هنا غادي نزيد واحد شويه، هكا واحد لتر وربع تقريبا. صافي، حمرت الاناء اللي كنخدم فيه، غادي نغطيها البنات ونخليه نقص ليه النار ونخليه غادي يطيب ليا على الاقل واحد ساعه حتى يطيب على خاطرو، وديك الساعه غادي نصفيه ونرجع معكم. صافي البنات، كتشوفوا هذا هو المرق ديالي ديال الكروفيت اللي تحصلت عليه، غادي نخليه على جنب هنا. ودابا غنبداو مباشره باذن الله نوجدو مع بعض. غادي ندير هنا الاناء او المقله او فاش ما بغيتو طيبو، غادي ندير فيها هاد نصف الكميه ديال الزبده اللي بقات عندي، وغادي نزيد عليها زيت الزيتون زوج الملاعق كبار. مباشره ما نخليوش زيت الزيتون يتحرق، غادي ننزل فيه هاد البصله الصغيره. هاد الوصفه سهله، يمكن لكم توجدوا المرق من قبل، اما هي راه سهله كذلك. غادي ناخذ الثوم، انا شريتها بحال هكا مطحونه البنات، كنخليها في الدار سكور لان ما تقدر تكمل لي الثومه يعني تقادا اولا كنلقاها. المهم غناخذ منها واحد الملعقه هكا صغيره، صافي، وغنحرك وغنخلي هاد البصله تقلى ليا او تدبال مع الثوم في هاد الزبيده وهاد زيت الزيتون، كيجي رائع البنات. هاد الوصفه زوجي اللي وراها ليا لان كان كيعيش في ايطاليا لمده 9 سنوات، وكان يعني عنده صحابو ايطاليين الجنسيه، فكان كيشوفهم كيفاش كيطيبوا. وانا سبق ليا كما قلت لكم مشيت مع ايطاليا واحد 4 المرات، فما شاء الله يعني الاكل ديالهم سلام بي غزال كيعجبني انا. المهم هو غير شرح ليا هكا شفويا وانا دست لتطبيقي، هذه يعني وصفه معتمده عندي، فبغيت نقول لكم يعني باش تجربوها حتى نتوما تعجبكم ان شاء الله تنال اعجابكم. صافي كما كتشوفوا كنخليوها هكا البصيله كتقلى. بالنسبه للروز البنات، ها هو انا خديت كاس، هذه اللي وريت لكم البنات فيها 500 غرام، خديت نصف ديالها 250 غرام حيت كيتزاد. هذا هو الشكل ديالو، غادي نوريه لكم. شفتوا الحبيبات كيفاش كيكونوا البنات، كيكونوا الحبيبات ديالو شويه مكركبين. انا غادي نغسل هذا الكاس ديال هاد الروز اللي عندي باش نحيد منه شويه ديك النشا. ما تنساوش التحريك البنات،
شفتوا بدات كدبال هنايا. المهم انا غنغسل هذا الروز هذا، انا عبرت بهذا الكاس، وانتم كما قلت لكم يمكن لكم تضعفوا او تنقصوا كما بغيتوا البنات. صافي ها هو غسلتو. البصل بان ليا هبط البنات كما شفتو. غادي نزل هذا الروز هذا اللي غسلناه. انا ما بغيتش نقطع لكم هذا المقطع باش تشوفوه معايا مرحله بمرحله، واخا غادي يجيكم الفيديو طويل شويه استسمح، ولكن معانا بنيات مبتدئات. صافي وغنخلي كذلك هذا الروز ديالي يتشحر مع هذه البصيله وفي هذه الزويته وهذه الزبده هذه، ضروري ما يتشحر شويه. غنخليه حتى يتشحر مزيان وعاد نزيد عليه باقي المكونات. صافي هنا كما كتشوفوا الروز تقلى ليا مزيان، بحال هكا هذوك الحبيبات تاع الروز كيتلبسوا ليا يشربوا داك الزويته وديك الزبده كما قلت لكم. ها هو بقيت كنحرك فيه مع التحريك المستمر بطبيعه الحال. هذا الروز على العموم كياخذ تقريبا 15 دقيقه باش يطيب حتى 20 دقيقه، يعني الناس اللي كيبغيوه طيب مزيان. انا بالنسبه لي الزوج ديالي كيبغيه شويه الدانتي، يبقى شويه كيفاش نقولوا ما طايبش بزاف. مهم في هذه الاثناء غنبدا نزيد في هذا المرق. بسم الله كما كتشوفوا ما غاديش نزيد الكميه كامله. هنا درت 4 ديال المغرفات صغار، كنخلي البنات حتى كيشرب بعد كنزيد. هذا هو السر تاع الريزوتو، حتى كيشرب هذا المرق عاد كنزيد. في هذه الاثناء غادي نزيد شويه ديال الملح، ماشي بزاف لانني المرق درتو مالح. صافي غنكتفي بهذا القدر هذا، وشويه ديال الفلفل الاسود. كيبقى على حسب الذوق. ما كنغطيوش الريزوتو بطبيعه الحال، هو راه دغيا كيشرب، هانتوما غتلاحظوا معايا. انا غادي ندير هذه العمليه غنعاودها معكم مره اخرى، وغادي تشوفوا كيفاش كيشرب بواحد الطريقه عجيبه وسريعه. هانتوما كتشوفوا بدا كيشرب. نقص النار شويه. كيجي كريمي البنات، كريمي. هانتوما ها هو شرب ليا داك الماء، كندير هكا مبقاش الماء. غادي في هاد الاثناء نعاود نزيد المرق ديالي، المرق بطبيعة الحال يكون حدانا. بسم الله دائما غنبقى نزيد غير بربعه المغرفات بربعه المغرفات، ما غاديش نحتاجوا المرق كامل بطبيعه الحال. ها نتوما ثاني ونفس الطريقه حتى كيبان لكم طاب. كنبقاو غاديين على هذا المنوال هذا، نخلي ثاني تيشرب. ما غاديش نطول عليكم، غنبقى غادا على نفس المنوال هذا، وفي الاخير المرق اللي غادي يبقى لي غنوريكم الكميه شحال.
ونرجع لكم كي يطيب ان شاء الله باش نوريكم واش غنضيفوا ليه. صافي كما كتشوفوا البنات ها نتوما لاصوص او المرق شحال بقى ليا فيه، غنكتفي بهذا القدر لان كما كتشوفوا الحبه ديالو هنايا ها هي تنفخات وقريب يطيب. غادي نقرب لكم الكاميرا، يعني بقات لي هنا تقريبا واحد 7 دقائق صافي وغادي يطيب. في هذا الاثناء غادي نجيب لي كروفيت غادي نرميهم. تعرفوا لي كروفيت خصهم غير 3 دقائق او 4 صافي ها هما طابو. غادي نخلطهم على نار هادئه بطبيعه الحال، الريزوتو راه كيبغي يكون على نار هادئه، انا راني منقصه لي تماما. الاضافه اللي بغيت نزيد ليه انا وهذه ماشي اجباريه، هي غادي ندير ليه شويه ديال المعدنوس. غادي نجيب واحد الموس، ماشي ضروري البنات ديروه الا ما بغيتوش، بطبيعه الحال كنبقى اختياري كما قلت لكم. غادي نقطعو بحال هكا عشوائيا يعني يكون شويه غليظ، ماشي كما كنقطعو المرقه او الطاجين خصو يكون رقيق. هذا كنقطعو هكا عشوائيا. بهذه الطريقة صافي نحرك واحد الريحة طالعة يا البنات ما شهيتكم فيها، شفتو كيكون كريمي البنات ها نتوما، ما بقاتش فيه نقطة تاع الماء غير كتحسوا به كريمي. غادي نزيد ليه كذلك شويه ديال كريم ليكيد، هادي ما غاديش ندير العلبه كامله، غادي ندير غير النصف ديالها صافي. هادي غنحتفظ بها حتى ندخلها للثلاجه ونخلط ونخليها البنات تقريبا واحد 4 دقائق صافي نطفي عليه. وهذيك الساعه ان شاء الله عاد نتلاقى معكم في الطبق ديال التقديم، لان كما قلت لكم انا ما طيبتوش حتى لديك الدرجه اللي طيب كلها الزوج ديالي كيبغيه الدانتي، شويه يكون باقي شاد راسو صافي. ها هو تخلط كامل صافي. غنزيدو واحد 4 دقائق كما قلت لكم بما طاب لي داك لاكريم يعني سداب، وطاب لي شويه الكروفيت، ونتلاقى معكم في طبق التقديم. حبيباتي احبائي، هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق اللي درنا اليوم مع بعض، الريزوتو بالكروفيت. قدمته تقديم بسيط جدا، كما كتشوفوا درت عليه غير شويه ديال الفرماج محكوك البارميجانو اللي وريتكم في الاول ديال الوصفه. هكا زينته بشويه ديال الربيع، درت فيه الكروفيت هكاك من الفوق، جا لذيذ لذيذ البنات. كنأكد لكم نتمنى فعلا تجربوه وتخليوا ليا في التعليق واش عجبكم ولا ما عجبكمش، وكنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، ولا عجباتكم ما تنساونيش من الدعم لي لايك الاشتراك في القناه ديالي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. اللي ما نضمش لوصفات نونو يضغط على الزر احمر تحت الفيديو، واللي ما لا تبارطاجيو الفيديوهات ديالي مع الاهل والاحباب الا عجبكم طبيعه الحال، فضلا وليس امرا كتشجيع لي القناه باش نعطيكم ما افضل وما احسن، وتشجعوني كذلك على صفحتي على الانستغرام غوسيت نونو. غادي نشكركم على المتابعه، دمتم في رعايه الله، والى فيديو قادم باذن الله.